عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة، عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر، جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم، ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. وحين من حرفوا عن شرعه غرقوا ظلمة الجور والأغلال والبطر. ما للعقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صور التأليه للبقر. تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور. ما للعقول، ما للعقول، ما للعقول يا الله. وانظر لقوم لوهج النار قد سجدوا، يشقون من سقر الدنيا إلى سقر. تحلقوا حولها غبر ملامحهم، وفكرهم في قيود الذل والكدر. ما للعقول، ما للعقول يا الله. وفي الجزيرة من صلى إلى صنم، ومن يؤمل كشف الضر من حجر. منصوبة عند بيت الله جامدة، بلا حراك ولا سمع ولا بصر. بلا حراك ولا سمع ولا بصر. ما للعقول، ما للعقول، ما للعقول يا الله. حتى إذا بزغ الهادي بدعوته، بدعوته أناغ بالوحي درب الخلق البشري. يا أيها الناس، أتى البرية بالفرقان فانطلقا، تبني الحضارة في الأمصار والفكر. تبني الحضارة في الأمصار والفكر. رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله. وأطلق العقل من أغلاله فسما لله حرا، فيا للعز والظفر. لك الفداء عن أذى باغ ومؤتفك، لك الفداء بالدماء والسمع والبصر. رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، رسول الله، حبيب الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، محمد.
وهكذا بنقلة واحدة نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.